مساء الورد، مساء معطر بالعود والبخور وماي الورد على أحلى مشاهدين. نلتقي معاهم كل ليلة خميس بحلقة جديدة ومميزة وذكريات جميلة تذكر فيها الزمن الجميل، زمن الطرب الأصيل والأغنية الكويتية الأصيلة. الأغنية الكويتية مرت بمراحل عديدة من انطلاقتها الأولى، من تلقفها وتبناها عبد الله الفري الكلمة واللحن، طورهم سلمهم حق الأجيال اللي توارثوها جيل بعد جيل. 1956 أهل الكويت كلهم اسمعوا أغنية لخليل حسين اللي غناها شادي الخليج العم عبد العزيز المفرج، عسى الله يطول بعمره ويخليه. الأغنية هذه كانت هي نواة التطور للأغنية الكويتية. أصوات عديدة كانت موجودة بذاك الوقت وهي اللي شجعت بانطلاقة الأغنية الكويتية الحديثة المطورة. جيل سعود الراشد وعوض الدوخي ومحمود الكويتي وعبد اللطيف البناي وعودة المهنة، الجيل هذا جيل العمالقة مشوا على درب وخط عبد الله الفري وبلعبون يوسف البكر وخالد البكر وبن يعقوب وأحمد الزنجباري وغيرهم. لما ظهر صوت شادي الخليج وقريد الشاطئ افتحت الأبواب وافتحت المجالات لظهور أصوات جميلة تمشي على نفس النهج، أمثال مصطفى أحمد وغازي العطار ويحيى أحمد وخليفة بدر. وبعدها أظهرت أسماء أكثر قوة، عبد المحسن المهنة، عبد الكريم عبد القادر وغيرهم وغيرهم من عمالقة الفن الكويتي. هذول المطربين الشعراء كان عندنا العديد من شعراء الأغنية الكويتية، منصور الخرقاوي ويوسف ناصر وخالد العياف وبدر الجاسر وبدر بورسلي ومبارك الحديدي. ومن الملحنين كانوا عندنا عمالقة كبار، سعود الراشد كان يغني ويلحن، إبراهيم الصولة كان يغني ويلحن، ظهر عندنا عبد الرحمن البعيجان وخالد الزايد وغنام الديقان وغيرهم وغيرهم من العمالقة الكبار، عسى الله يطول بعمر الموجود ويرحم اللي راح منهم. الكوكبة هذه والتوليفة هذه خلت عندنا الأغنية الكويتية تتطور جيل بعد جيل وتنتشر انتشار سريع من أصوات وحناجر كويتية، بالإضافة إلى أصوات وحناجر خليجية وعربية من الفنانين العرب والفنانين الخليجيين اللي غنوا من الكلمات الكويتية والألحان الكويتية. غير أن بعض المطربين أهل الخليج اللي مطرب وملحن كان يلحن الكلمات الكويتية ويغنيها مطرب كويتي. الليلة بنتذكر واحد من هالعمالقة، ما نبي نتذكره، هو موجود وعسى الله يطول بعمره ويخليه، لكن بنتذكر بداياته وانطلاقاته وشلون عطانا مجموعة جميلة جدا من الأغاني اللي غنوها أهل الكويت والخليج والوطن العربي. كلنا نعرف إن منسية اسم أغنية، كلماتها جميلة جدا، وثلاث أرباعنا يعرف منو اللي كتب هالكلمات الجميلة، منو اللي كتب البارحة، منو اللي كتب يا معيريس، ومنو اللي كتب ما راح أقول لكم زيادة، أكيد عرفتوا أنا عن منو بتكلم. أهو شاعر كبير وكاتب للأغنية الكويتية، أبدع في كتاباته من ظهر على الساحة الغنائية. ودكم تعرفون منسية عن منو بتكلم الليلة وتذكر الأغاني الجميلة اللي غنوها فنانين كبار. شوفوا هالتقرير وردوا لي نسولف أكثر عن شاعرنا، شاعر الأغنية الكويتية الجميلة
اللي راح نسولف عنه الليلة ونتذكر أجمل أغانيه. شوفوا بسرعة وردوا لي. لما نظهروا جيل العمالقة اللي إحنا تربينا على أغانيهم أواخر الستينيات وبداية السبعينيات وما زلنا لغاية الآن نتذكر أغانيهم الجميلة، عبد المحسن المهنة ومصطفى أحمد ويحيى أحمد وخليفة بدر وغازي العطار وفيصل عبد الله وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم وغيرهم من الفنانين العمالقة أساتذة الطرب الأصيل والفن الجميل اللي برز أغانيهم وبرز أصواتهم الجميلة ألحان ولا أروع منها، ألحان غنام الديقان وعبد الله الرميثان وخالد الزايد، لكن الأغاني اللي غنوها من الشاعر الغنائي الكبير مبارك الحديبي، مبارك محمد راشد الحديبي من مواليد الكويت بحي المرقب. بداية طفولته كانت في حي المرقاب وعقب انتقل مع أهله وأسرته لحولي. في بداياته درس في المدارس اللي بحولي وأنهى دراسته، وأول شاب كويتي يلتحق في الوزارات والهيئات الحكومية ويشتغل. أول ما دش وزارة الإعلام اشتغل فيها فترة، بعدين يالا مسؤولة هو أحمد السقاف وقال له يا مبارك أنت ليهني وراح نوقفك عن العمل، روح يا ولدي كمل دراستك وكمل تعليمك، أنت بعدك صغير بالسن الشغل ما ينفع لك. مبارك زعل وتكدر حيل ورد عليه بلحظتها وقال له بس أنا لازم أرد وأشتغل بهالوزارة هذه بالذات. بعد حول السنة سنة ونص تقريبا سنتين هالحول هالحروة دش مبارك الحديبي وزارة الإعلام مرة ثانية عن طريق واسطة جايبها دكتور أسنان، دكتور تسنين، جابوا له هالواسطة ودخله واشتغل مراقب في قسم الموسيقى، وبعدها تدرج شوي لين دخلوه قسم إجازة النصوص للأغاني وكان هو المراقب والمشرف عليها. هناك مبارك الحديبي كان في حيرة بينه وبين نفسه، مو عارف هو شنو يبي، مرة يقول أنا كاتب وشاعر، مرة يقول لا أنا أقدر ألحن، مرة يقول لا يمكن أنا عشان أحب أسمع للأغاني ومستمع ذويق جدا للأغاني الكويتية، فكان في صراع داخلي وحيرة بينه وبين نفسه. سنة من السنين قاعد يكتب كتاباته، كان يروح حق زميلة بالدوام قال له يا أحمد الدخيل، قال له يا أحمد إيش رأيك باللي أنا قاعد أكتبه، عطني رأيك شوفه. قال له والله إبداع، هذا أنت شاعر، مع العلم أنه بعدك يعني بريعان شبابك لكن كتاباتك جميلة، كتاباتك تضاهي الكتاب والشعراء الكبار. في فترة من الفترات التحق مبارك الحديبي في جمعية الفنانين وكان عضو بارز فيها وعاصرهم فترات طويلة وعدة مجالس مرت عليه. وهو بجمعية الفنانين عارف بالضبط هو شنو يبي وشنو ميوله وهواياته، تمكن وعرف وقال لا أنا عندي إبداع وقدرة على الكتابة وأنا شاعر،
أنا هذا اللي حاسه، واللي شجعه بهالشيء الفنانين زملائه اللي كانوا موجودين في جمعية الفنانين بذيك الفترة، كتاب وشعراء وملحنين ومغنيين وغيرهم، كان يكتب ويقول لهم شوفوا يا جماعة هذا اللي أنا كاتبة، إيش رأيكم فيه؟ يقولوا له حلو، وتم. وظل يكتب ليكتب، والكل ينعجب في كتاباته، لما وصل هالحكي حق عوض دوخي، قال أنا لازم ألتقي مع الشاب اللي اسمه مبارك الحديبي وعرف شنو قاعد يكتب، اللي خلى أهل الكويت كلهم بس ما عندهم سالفة إلا مبارك كتب ومبارك قال، مبارك كتب ومبارك قال. في الإذاعة الكويتية التقى عوض الدوخي مع مبارك الحديبي بلقاء تعارف بينهم بين بعضهم، قال له شنو عندك من كتابات؟ عطني خل أقرأ. عطى أغنية أو شعر كان كاتبه مبارك الحديبي، ليلي أنا السهران، ليلي أنا سهران. قراها عوض ويازت له، وإجازة نصوص الغنائية، قسم إجازة النصوص الغنائية أجازت النص هذا كأغنية كويتية، لحنت وغناها عوض الدوخي بصوته الشجي، وكان هذا أول تعاون بين الأثنين، عوض الدوخي ومبارك الحديدي. مشاهدينا نريح شوية ونسمع أغنية جميلة من إبداعات مبارك الحديبي بصوت فنان جميل، عطانا إياها بإحساس وأسلوب راقي وعالي جدا، ونرد نكمل سوالفنا وأجمل الذكريات مع كتابات مبارك الحديبي. سمعوا الأغنية وردوا لي بسرعة.
شفتك أنا بعيني من حر ما في القلب من حر ما فيني من حر ما فيني لا تقول قالوا الناس شفتك أنا بعيني شفتك أنا بعيني من حر ما في القلب من حر ما فيني من حر ما فيني لا تقول قالوا الناس شفتك أنا بعيني شفتك أنا بعيني من حر ما في القلب من حر ما فيني من حر ما فيني عفت الهوى والحب منك يا بوي منك يا بوي عفت الهوى والحب منك يا بوي منك يا بوي أغنية جميلة سمعناها من إبداعات وكتابات مبارك الحديبي بصوت جميل وشجي انطربنا لها وردينا الذكريات جميلة. ليلي أنا السهران مو هي اللي حققت الشهرة حق مبارك الحديبي، اللي حققت له الشهرة وفتحت له الأبواب أغنية ثانية قناها حسين جاسم ولحنها عبد الرحمن لبعيجة. كلنا نعرف أغنية أودعك اللي غناها حسين جاسم الفنان الرومانسي صاحب الصوت الرومانسي الجميل بأغنيته الجميلة اللي لحنها عبد الرحمن لبعيجان. الأغنية هذه كثر ما انذاعت حققت شهرة ما بعدها مثيل، وكان هذا نتيجة جهد جميل جدا وراقي من إبداعات كلمات الشاعر مبارك الحديبي. عقبها بدأ مشوار الثلاثي للأغنية، الملحن الكاتب والمطرب. ثلاث أرباع أو أغلب أغاني حسين جاسم اللي غناها بصوته الجميل كانت من كتابات مبارك الحديبي. كلنا نعرف أو أودعك وتوني عرفتك زين ويا معيري يسعين الله ترعاك وعيد يا سعيد وغيرها وغيرها من الأغاني الجميلة. سنة من السنين مبارك الحديبي تعرف على الأخوان عبد المحسن المهنة ويوسف المهنة، وكانت ترتبط معاهم بينهم علاقة صداقة قوية بين يوسف المهنة ومبارك الحديبي. مبارك كل ما كتب له اغنايه اغنايتين كابيات شعر يروح حق يوسف المهنة ويقول له يوسف اقرا الابيات اللي انا كاتبها او الشعر اللي انا كاتبه ايش رايك فيه، يعطي رايه ويوجهه، لا القافيه هني غلط، لا هذا حطه تحت، لا البيت هذا صعده فوق، ويوجهه ويعطي ملاحظاته. مبارك سنه من السنين قال في لقاء حقه على الرغم من صداقتي القويه اللي مع يوسف المهنة وإن أنا دايما أو أغلب أعمالي كنت أستشيره وأراويه إياه، كان يوجهني وينتقدني ويمدحني، لكن عمره ما لحني إلا لحن واحد. عقبها بدأ التطور يطرأ على كتابات مبارك الحديبي في الأغاني، وكون أهو وعبد المحسن المهنة ويوسف المهنة ثلاثي رائع جداً في العديد من الأغاني اللي كتبها مبارك ولحنها يوسف وغنها عبد المحسن المهنة. ويمكن أشهر الأغاني اللي تغنت عام 1973 غنها عبد المحسن المهنة بصوته أغنية توافيج. بعدها صار في تعاون ما بين مبارك الحديبي وعبد المحسن المهنة وغناه مديقان في أغاني جميلة جميلة جدا من الأغاني اللي كتبها مبارك. تذكرون أغنية آي يا خوي أشكي لك الخافي آي يا خوي آه يا خوي، هذه الأغنية كتبها مبارك الحديبي.
مصطفى أحمد. أنا واحدة من عشاق صوت مصطفى أحمد وأغانيه الجميلة، خصوصا أغنية ما دريت ما دريت ديريرين. الأغنية هذه ما دريت كتبها مبارك الحديمي. أبو خالد الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر غنى من أغاني مبارك الحديبي سامحني خطيت وخانني التعبير، سامحني والغلطة الغلطة بعد ما صير. طبعا الملحنين غنام الديقان وعبد الله الرميثان وخالد الزايد كانوا يبدعون بألحانهم الجميلة على كتابات مبارك الحديبي اللي غنوها عمالقتنا عمالة الفن والجيل جيل صناع الأغنية الكويتية الحديثة. ملكة السامري عايشة المرضى عطتنا من أجمل الأغاني اللي عندها اللي كتبها مبارك الحديبي. مباركين عرس الاثنين وأنا يخلي ما قصرت مير البخت فيني قصر والبارحة ومنسية. عاد أنا قلت بختار لكم أغنية من الأغاني الجميلة اللي غنوها كل هالعمالقة الكبار اللي كتبها مبارك الحديبي، نسمعها أنا وياكم ونعيش أحلى ذكريات فيها ونرد نكمل سوالفنا مرة ثانية. اللي في ظل هل تقينا التقينا.
علينا واخترقنا الشجرة. ما داري ما داري وما داري الدنيا علينا وكل شي صار وجرى كل شي صار وجرى ما داري ما داري ما داري. أغنية جميلة سمعناها من كلمات الشاعر الغنائي مبارك الحديبي وانطربنا لها ونريد نكمل سوالفنا. من قبل شوي قلت لكم ان توافيج لقت لها شهرة من اول ما انذاعت لغاية الان من 73، هي بخالف اعذروني من كثر الاغاني الجميلة. توافيج لقت لها شهرة، بس اللي لقت لها شهرة من 73 من اول ما انذاعت للحين تنحط وتنذاع وتنبث وكلنا نغنيها، اللي هي قلبي ارتجف اللي غناها غريد الشاطئ من كلمات مبارك الحديبي. مبارك الحديبي له دور بارز في تطور الأغنية الكويتية، هذا الشيء بعد كتاباته وإبداعاته في كتابة الأغاني الجميلة عطيته نتيجة وعطيته فتحت له باب إنه يدخل لجنة إجازة النصوص في الإذاعة الكويتية، لجنة إجازة نصوص الأغاني في الإذاعة. الشغلة هذه ما جت من عبث ولا جت من فراغ مثل ما يقولون، اجتهاده واصراره على كل كلمة يكتبها انها تكون اقوى واجمل من الكلمة اللي فاتت، غير ان هي كلمات بسيطة وسهلة، غير ان دور البارز في تطوير وتحديث الاغنية الكويتية والخليجية عشان توصل لمستواها الراقي والمتميز اللي وصلت له من أول ما طلعت لوقتنا الحالي. الزهيريات فن من فنون الشعر الشعبي الجميل والراقي، انشهر عندنا هني في الكويت وبعض دول الخليج العربي. الزهيرية تعتمد أساسها اعتمادها الكلي على عمق اللغة العربية اللي موجودة فيها والكلمة الشعبية اللي تنكتب في فن الزهيري في مختلف مراحلها ومجالاتها وأنواعها. عندنا الزهيري الثلاثي والرباعي والسداسي والسباعي. الكلمة اللي تنكتب بالزهيري لبساطتها وشعبيتها وقوتها تنحط بكذا بيت ويركب عليها كذا معنى. مبارك الحديبي يعتبر أول شاعر وأول شاب كويتي يقتحم مجال كتابة فن الزهيريات عندنا هني في الكويت. في بداياته كانت له نماذج جميلة جدا في كتابة فن الزهيريات، كانت له زهيريتين كتبهم وبعدها توقف شوية ورد يكمل. تعاونات مبارك الحديبي ما كانت بس مع فنانين الكويت، لما نسمعوا كلمات مبارك الحديبي وأشعاره انعجبوا فيه ويولوا وقالوا له احنا ودنا نغني من أغانيك الجميلة، وفعلا هذا الشيء صار. فنانين من الوطن العربي ومن الخليج غنوا من كلمات مبارك الحديبي. أنا بأوجه له رسالة من منسية عن أبو محمد، أنا كنت أتمنى أن أنت تكون قاعد معاي هني يمي ونسولف وندردش أنا وياك عن أحلى الذكريات وبداياتك في كتابة الشعر الغنائي وتميزك فيه وإبداعات الجميلة من أعمال خالدة عطيتنا إياها، لكن ما شاء الله عليك صاير مثل السندبات ما تقعد بالديرة، كل ما أدق عليه يا مسافر يا بسافر يا مسافر يا بسافر، ماني قادرة أحصله من كذي. أنا قلت حق واجب علي
إن أنا أتكلم عن مبارك الحديبي ونتذكر أجمل كتاباته وأجمل أغانيه الجميلة اللي تغنت بأصوات فنانين من أيام عوض الدوخي لين وصلنا حق مصطفى أحمد وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم وغيرهم من الفنانين الرائعين، الفنانين العمالقة اللي عندنا هنا في الكويت. ألف وأدور وأرجع على عايشة المرطة ملكة السامري لما غنت له أغنية البارحة. كلماتها فيها نوع غريب، كلمات فريدة من نوعها وجميلة وسلسة تدخل القلب، خصوصا لما كتبها مبارك الحديبي. مبارك قال أيام لقاءاته الصحفية والتلفزيونية، قال أنا أحب لما أكتب ما أتصنع الكتابة وأتصنع الكلمة اللي تطلع، اللي أنا أحس فيه أجيب ورقة وقلم وبلحظتها أكتبها، وبنفس الوقت أكون الرقيب على الكلمة اللي أنا أكتبها، لأن الرقيب هو يكون نفسه، سواء كان فنان يكون رقيب على أدائه وفنه، كاتب يكون رقيب على كتاباته وإبداعاته في كتابة الشعر وكتابة الأغاني، الملحن يكون رقيب على ألحانه، الفنان التشكيلي نفس الشيء، الاجتماعي، السياسي، الأدبي، كل المجالات، كل واحد متخصص في مجاله لازم يكون رقيب علشان يبدع أكثر في العمل ماله. البارحة أغنية جميلة جدا، منسية قالت لازم نتذكركم فيها، اللي غنتها عايشة المرطة وكتبها مبارك الحديبي. نسمعها ونرد نكمل سوالفنا مرة ثانية. Yeah.
الله 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 على البارحة لما أجدت فيها ملكة السامري عايشة المرطة وغنتها بأداء جميل ورائع جدا. كتابها كتب كلماتها مبارك الحديبي. دائما مبارك الحديبي يقول إن الشعر موهبة للإنسان تكون موجودة داخله، تيله وتتنمى وتكبر عنده هالموهبة من خلال اطلاعه وقراءاته وتثقيفه لنفسه عشان يستنبط ويستخلص الأفكار اللي هو يبيها ويحط عليها الكلمة نفسها. الكلمة لما يكتبها الشاعر مبارك الحديبي يقول كلمة كانت رشيشة وضعيفة طلع أداها ضعيف في التلحين وفي القناة وحتى في إلقاء الشعر بحد ذاته، لكن لما تكون الكلمة قوية لها أكثر من معنى يوصل حق إحساس الملحن لما يقعد يلحنها أو إحساس المغني لما يغنيها أو حتى لما توصل حق إحساس المستمع والمتذوق للفن، هني الأغنية تكون ثابتة وراسخة في الذهن والقلب والعقل عند المتلقي لمدى أزمان طويلة. هذه المقولة صحيحة 100% عن أبو محمد، أنا معاك، لأن هذا الشيء اللي إحنا استخلصناه واستنبطناه من خلال الأعمال الخالدة اللي قدموها. للحين إحنا نتذكر أغاني جميلة، نتذكر عذروب خلي حسنه الفتان اللي غناها عوض دوخي، ونتذكر ما دريت اللي غناها مصطفى أحمد، وقلبي ارتجف، وتوني عرفتك زين تلعب على الحبلين، ويا معيريس عين الله ترعاك القمر والنجوم تمشي وراك. هذه كلمات من مبارك الحديبي وبدر بورسلي وغيرهم وغيرهم من شعراء الأغنية الكويتية الحديثة المطورة، صدقهم في كتابة الأغنية هذه أو كتابة هالشعر، أدائهم المتميز باختيار كلمات بسيطة، كلمات سهلة وسلسة، كلمات متروسة من عبق الماضي وتراث وبيئة الكويت، كانت سهلة بالنسبة حق الملحن، سهلة عند خالد الزايد وعبد الله الرميثان وغنام الديقان لما يلحنونها، وقبلهم عبد الرحمن البعيجان وغيرهم وغيرهم الأساتذة التلحين. سهلة لما يجي الملحن يحط عودة ويدندن والأوراق والأغنية مكتوبة قدامه، سهلة على المغني لما يسمع اللحن البسيط، اللحن اللي فيه الكلمات العذبة يغنيها ويوقف يغنيها بكل إحساس. هذا الشيء
توارثوه الأجيال، الملحنين والشعراء والمغنيين جيل بعد جيل، من طلع لنا شادي الخليج وقريد الشاطئ، وغنوا الأغاني الجميلة بأيام بداياتهم. شجع متذوقين الفن، شجع اللي عندهم المواهب إنهم يطلعون ويغنون ويمشون على نفس الدرب. هذه رسالة واضحة حق الجيل الجديد، جيل الفنانين والملحنين وشعراء وكتاب الأغنية. شوفوا الأوليين شنو عطونا من كلمات ومن ألحان ومن أغاني جميلة جدا غنوها بذاك الوقت بإمكانيات بسيطة، بإمكانيات مو متوفرة عندهم مثل الإمكانيات المتوفرة عندكم، لكن الوقت هو اللي فرق. ظهرت الأغنية الكويتية بعز زهوتها ومجدها ورقيها وتميزها لما نطلعوا هالعمالقة الكبار في فترة الستينيات، وبدعوا واستمرت لغاية ما وصلت للسبعينات والثمانينات. عقبها صار في انحدار شوية للأغنية الكويتية. هذا الكلام مو منسي اللي تقوله، هذا الكلام يقولون الشعراء وكتاب الأغنية الأوائل اللي عاصروا الجيلين، اللي عاصروا عوض الدوخي وسعود الراشد وعبد اللطيف الكويتي ومحمود الكويتي وعودة المهنة، واللي كتبوا حق غريد وعبد المحسن المهنة ومصطفى أحمد وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم وغيرهم. شو اللي فرق؟ فرقت الكلمة. الكلمة صارت شوي عند البعض مو الكل رشيشة وضعيفة. اللحن صار هه بين البينين عند البعض مو عند الكل. الأداء وتوصيل الإحساس عند المطربين صار شوية ناقصة أشياء وايد، وصار ما بيقول صار ضعيف عشان لا حد يزعل، ومو عند الكل، عند البعض منهم. البعض اللي يبي يوصل حق الشهرة بسرعة بلمح البصر، لكن اللي بيطلع السلم درية درية وبتأني مثل الأوليين تلاقي أعماله لها بصمة وورث ومخزون وكنز كبير. اللي راح يجون من عقب هالجيل الجديد راح يقولون الله على فلان والله على فلانة لما طلعت في 2000 و2002 و2014 وغنت هالأغاني الجميلة اللي عمرها ما تصير ذكريات نسية. إيش رأيكم أنا وياكم نسمع قلب ارتجف اللي غناها غريد الشاطئ من 73 لليوم؟ وقلبي ارتجف لا لا لا. سمعوها وردوا لي مرة ثانية كما سوالفنا. حرتي زادت وهيبة، شيني رجعني
غمد روحك لينا يا غريد الشاطئ لما عطيتنا هالغنية الجميلة اللي ما زلنا لغاية الآن نتذكرها، مو بس جيلي، حتى الجيل اللي يعقبي، الجيل المتذوق للفن والطرب الأصيل وللكلمة وللحن وللمعنى حب هالأغاني وبدأ يغنيها ويرد لها. مبارك الحديبي كان يقول دائما ان كلمات بعض الاغاني ما كانت تتكلم عن الواقع الاجتماعي بصوره كامله، كانت تتكلم عن امور بسيطه مثل الزواج، الغزل. هذا الشيء خلى الاغاني العاطفيه والاغاني الرومانسيه تركز في ذهن المتذوق والمتلقي للاغنيه الكويتيه. الله يطول بعمرك ويخليك يا أبو محمد عم مبارك محمد راشد الحفيتي، وأتمنى إن إحنا يوم من الأيام نلتقي وأنت تتكلم وتوجه نصايحك وإرشاداتك حق الجيل الجديد من أبنائك، لأن أنت كنت من أوائل الفنانين اللي طلعوا، من أوائل الشعراء المتميزين. ها
حبك للعمل الإعلامي هو اللي خلاك تقتحم هالمجال بسن صغير، ويوم قال لك الثقاف يا مبارك روح كمل دراستك وكمل تعليمك توك صغير، زعلت وتضايقت وتكدرت وقلت أنا برجع، ورديت، رديت بكل قوة، رديت بكل حب وإخلاص، ودك تعطي أكثر. شفت نفسك ما بين الشعر الغنائي والكتابة والتأليف والتلحين، بس لما وصلت لمرحلة من العمر عرفت ضالتك فين. لما قال لك أحمد الدخيل يا مبارك أنت مبدع في كتاباتك ودخولك لجمعية الفنانين وانضمامك لهم كعضو هو اللي عطاك الإبداع اللي أنت بديت فيه. أول كلماتك اللي كتبتها ليلي أنا السهران اللي غناها عوض الدوخي هي اللي فتحت لك باب الاحتراف والفن والدقة والرقي والتميز في كتاباتك. عم بو محمد أتمنى أن أنا كفيت ووفيت السوالف عنك الليلة، وأنا ومشاهديني تذكرنا أجمل الأغاني اللي أنت كتبتها بإبداعات جميلة جدا. حبايب القلب أنا لهني وصلت وياكم لختام حلقتي الليلة سهرة ومع هالغناية، ونطروني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، وأشوفكم على خير، مع السلامة. سامحني خطيت غني التعبير، سامحني والغلطة الغلطة بعد ما تصير، سامحني والغلطة الغلطة بعد ما تصير، سامحني خطيت غني التعبير، سامحني والغلطة الغلطة بعد ما تصير، سامحني والغلطة الغلطة بعد ما تصير. عاتبني والعتاب أرتاح، عاتبني والعتاب أرتاح، عاتبني والعتاب أرتاح، عاتبني والعتاب أرتاح، عاتبني وريحني سامحني على التقصير، عاتبني وريحني سامحني على اعترافي لك ما هو معنى هضار.
من ذوقي ولطفي اعترافي لك ما هو معنى مضاف اعترافي لك من ذوقي ولطفي اعتبري بالعتاب برتاب اعتبري بالعتاب عاتبني ريحني سامحني على التقصير.